قراري نفسه ابدا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسف للتعادل مع اسبانيول، واكد ان الحصول على لقب الدوري الاسباني لكره القدم حيث استغل يوفنتوس حمل اللقب الهدية التي قدمها له لاتسيو بفوزه على انتر ميلان بهدف من دون رد، وابتعد في الصدارة بعدما تغلب بدوره على ضيفه اتلانتا بثلاثية نظيفة في الاسبوع 17 من الدوري الايطالي لكرة القدم. وفي باقي وابرز النتائج التي سجلت يوم امس ايضا، خسارة نابولي امام بولونيا بهدفين مع مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة افضل لاعب في فرنسا، وذلك للعام الثاني على التوالي والممنوحة من قبل مجلة فرانس فوتبول الرياضية الشهيرة. وتفوق بنزيما للNBA حيث تغلب بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه نيو اورليانز هورنتس ب 95 نقطة مقابل 94. وقبل ثلاث ثوان من صافي شايف الرياضة، شكرا للمتابعة والى اللقاء.